بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. تبسمك في وجه أخيك صدقة. من أدبيات الحوار هنا عدم مقاطعة الآخرين في حديثهم، احترام أفكار الآخرين وأراهم، وعدم الانتقاد من أي فكرة حتى لو كانت فكرة ناقضة أو مختلفة عن آرائنا. بالنسبة لتعبيرات الجسد عن التواضع عند طرح الفكرة، فهي برضو من أدبيات الحوار. نبدا افكار الاخرين بعبارات لطيفه غير جارحه، طبعا من ادبيات الحوار. وعدم التكرار بالمشاركات والافكار، لازم كل واحد يبقى ليه بصمه، يكون ليه لمسه بتاعته هو. عدم الاقتباس والنسخ، احنا مش عايزين صور، احنا عايزين افكار بناءه، عايزين مبدعين، عايزين نعزز الافكار الاخرين ونقدرها، والفصل من الشخص وبين فكرته، كل واحد يقول الفكرة دي بتاعت الشخص ده. التواصل غير اللفظي مع المتحدثين والانتباه إليهم، الإصغاء أيضا إلى المتحدثين باهتمام، وعدم التسلط في الرأي أو الفكرة حتى لو كانت مختلفة. لماذا إن شاء الله نتكلم عن قصة نجاح زام أو دون زام ملك العقارات. أصبح الآن هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. تعالوا نشوف قصة ترام. فكرة ترام بدأت هنا، بدأ يقدم خمس أفكار بكل مجموعة من قصص النجاح في عالم المشاريع. ده ترام في عالم المشاريع اللي هي الصغيرة والمربحة. نستعرض النهاردة إن شاء الله قصة نجاح ترامب اللي هو ملك العقارات. جون ترامب من مواليد شهر يونيو سنة 46 في الولايات المتحدة الأمريكية. درس في مدرسة كيو بورس بمنطقة كوينز، وعندما كان عمره 13 أو 13 أرسله والده إلى الأكاديمية العسكرية لتوجيه كل طاقاته واستغلالها بشكل أمثل بطريقة إيجابية. بالفعل نجحت الأكاديمية العسكرية في هذا الأمر. بدأ هنا ترامب يدرس في جامعة فوردهام لمدة عامين، تخرج من كلية وورتون في جامعة إسبانيا، حصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد. ولكن قبل أن ينهي دراسته ويحصل على الدرجة اللي هي العلمية، انضم إلى والده ليساعده. والده كان يمتلك شركة، وهي شركة عقارات كبرى كان يمتلكها، ومن هنا بدأت قصة نجاح ترامب في عالم العقارات. أصبح هنا من مشاهير رجال الأعمال في أمريكا، فأصبح شخصية اجتماعية، وأيضا بيحب اللي هو بيعتبر من الشخصيات اللي هي تلفزيونية. قدم طبعا، كان المقدم وهو المنتج، والتنفيذ البرنامج كان بيسمى في الوقت دوت اسمه البرنامج المبتدئ على قناة اللي هي البي سي الحياة. ترامب هنا كان أول مشاريع للناجحة، وكان لا يزال في الجامعة. كانت المشاريع بتاعته عبارة كلها عن تنشيط للمجمع السكني. عمل بعض الإصلاحات اللي هي مطلوبة له، وعمل إعادة تأهيل في غضون سنة، وتم إصلاحه وبيعه مقابل كان 12 مليون دولار. 12 مليون دولار كان مكسبه هو ووالده في المشروع ده حوالي 6 مليون دولار. وبعد انتقل هنا ترامب إلى مدينة مانهاتن سنة 71. طبعا كان في فرص اقتصادية ليه متاحة، وخاصة للمشاريع اللي هي البناء الكبيرة، مشاريع البناء، حقق أرباح خيالية عالية جدا. فكان بيقيم مباني المدينة
وكان حريص على اختيار بعض الملكيات اللي هي المناسبة لعملية الاستثمار. وبفضل جدية تصميمه المعماري أخذ هنا حق الحقوق اللي هي التطوير سنترال. سنترال كان اسمه بن سنتريال اللي هو القديم على الجانب المغربي. أصبح هنا اسم ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية اسم كبير في مدينة نيويورك. فكان من أصغر سماسرة العقارات سنا وأنجحهم في المدينة، ثم قام بتحويل فندق اللي هو رمدور المفلس إلى فندق جراند الحياة. وبهذا العمل أثبت ترامب لسكان نيويورك إنه من أفضل الأشخاص اللي هم يقدروا يقومون بهذا العمل، وكان لديه قوة وموهبة لا يستهان بها. غير إن طبعا الحياة طبعا في هذه المدينة أصبحت مميزة جدا بمبانيها عن بقية المدن الأخرى، وخصوصا في الولايات المتحدة أسس فيها برج كان يسمى برج ترامب في الجادة اللي هي الخامسة، طبعا واحدة من أشهر الأحياء في مدينة نيويورك. البرج ده كان بيحتوي على شقق تتعدى إيجارها ملايين الدولارات. أصبح هذا البرج بفضل موهبة ترامب اللي هو في إدارة الأعمال عمل علامة تاريخية في المدينة دي. من وجهة نظر في إدارة الأعمال، أو هي الأصدق أو الأصح، كانت شهرة هنا ترامب لربح ثروة طائلة جدا من خلال إصدار كتاب كان بيحتوي الكتاب دوت. على سيرته الذاتية في عقد الصفقات، تمكن هذا الكتاب من الانتشار في السوق وحقق أفضل المبيعات. ده الرجل الحديدي أو كما يسموه له الأزمات، رجل الأزمات المالية. أصبح بعد كده ترامب غير قادر على دفع القروض، تراكمت عليه الديون، وبحلول عام 91 تعرض إلى إفلاس للأعمال، أو بمعنى أصح إفلاس شخصي. اضطر ترامب للتنازل عن ما يملكه بنسبة 50% من كان بيمتلك كازينو، مكان محل الفنادق اللي هي الأصلية، في مقابل خفض معدلات الفائدة على الديون وإعطائه المزيد من الوقت للسداد. وبدأ هنا يتخلى ترامب أيضا عن بعض الشتايل اللي هو اشتراه في 89، وبحلول عام 94 استطاع القضاء على جزء كبير جدا من ديونه الشخصية كانت تقدر بحوالي 900 مليون دولار. ثم تعرض بعد ذلك لأزمة مالية سنة 2008 نتيجة طبعا عن مبيعات لإنترناشونال أوتيل أند تاور في شيكاغو، امتنع عن دفع القرض الذي كان بقيمته حوالي 40 مليون دولار. في فبراير عام 2009 تعرض منتجعات ترامب اللي هي المصيفية للإفلاس. طبعا دي قصة نجاحه مع ماكدونالدز. طبعا ترامب هنا عاد إلى القمة بعد هذه الصعاب. عاد ترامب لقوته ومساعدة البنوك اللي هو كان بيتعامل معها، استطاع التخلص هنا من ديونه والوقوف على قدميه مرة أخرى من جديد والانتهاء من مشكلته. فعمل ما يسمى بصفقات اللي هي الكريدت ماركت أو العلامات التجارية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو كان بيتفق مع كل المتطورين اللي هم العقاريين على استخدام اسمه وخبرته اللي هي التسويقية ونفوذه وعلاقته في الترويج بالنسبة لكل الملكيات اللي هي كانت بتخصهم، مقابل مقابل حصوله على حصة من الأرباح. إذا نجحت الصفقة دي وعمل ترامب ومساعدة أبناء اللي هم الثلاثة على العمل، كانت طبعا ليهم اتجاهات أخرى غير اللي هي الأبنية السكاكين، الأبنية اللي هي السكانية. وفضل طبعا ماركته الشهيرة اللي بتجلب له أو بتجلب لأثرياء العالم لكي يتمتعوا بخدماته
والامتيازات اللي هي بيقدمها لهم، قام ايضا بانشاء منتجعات موجودة لغاية دلوقتي، منتجعات مصيفية موجودة في ولاية هاواي، وأنشأ هنا طبعا البناية اللي هي العقارية الذهبية في مدينة لوس تاجوس. ده ترامب أصبح إمبراطور الشؤون العقارية. طبعا كانت ليه فلسفته وليه منهاجه الخاص في الحياة، هو مؤمن بأن كل فرد لديه القدرة على التقدم وعلى النجاح وعقد الصفقات أيا كان. كان طبعا صاحب رؤية تجارية مختلفة تتميز بالعدوانية شوية. اسمه وعلامته التجارية سمحت له بالتقدم في الحياة المهنية واستمراريته في عالم التجارة والأعمال في كل أنحاء العالم. ودي قصة ترامب بمختصرة. تعالوا نشوف أنواع الأنماط المختلفة للمتدربين. مع العلم ان هنا ايا إن كان سعادتك كمعلم او مدرب ناجح، لابد ان حضرتك تمتلك العديد من المهارات اللي هي تمكنك من تحقيق هدفك، سواء هدفك التدريسي كمعلم او التدريبي كمدرب. وطبعا كل هدف يسعى اليه كل مدرب ناجح، من ضمن اللي هي المهارات اللي يجب ان يمتلكها ويطبقها بنجاح داخل البيئة اللي هي التدريبية، مهارته في التعامل مع مين؟ المتدربين. لأن يوجد هناك أنماط عديدة من المتدربين، كل نمط طبعا له خصائص تختلف عن النمط الآخر، فلابد حضرتك كمدرب تعرف طبيعة كل نمط وآلية التعامل معه، بحيث إن أنت تجعل البيئة التدريبية آمنة، تجعل البيئة التدريبية إيه؟ آمنة، وتحقق نوع من التفاهم اللي هو الواضح اللي المفروض يبقى موجود بين المدرب والإيه؟ المتدربين. يعني المفروض هنا المدرب إن هو ينتبه إلى كل نمط من أنماط اللي هي المتدربين، بيحاول التعامل معها بكل فعالية، إن الهدف هنا النهائي هو إيه؟ هو إشباع احتياجات المدرب، احتياجات الإيه؟ المتدرب، والاستجابة هنا لأسلوبه في التعلم. هنقدم لحضراتكم بعض النماذج للمتدربين ونوضح كل نمط وكيفية التعامل إيه معهم، تمام؟ المدرب اللي هو أول واحد، المدرب اللي هو التقليدي، والمدرب ده بيحاول إن هو يتابع ويستريح مع أسلوب اللي هو السرد، أسلوب المحاضرة، عن طريق سرد بعض المعلومات. أغلبية هذا النوع من المدربين اللي هم التقليديين أو الأكاديميين هم موجودين كمعلمين، كمحاضرين، كدكاترة جماعيين. ده نمط تقليدي. عندي النوع الثاني من المدربين اللي هو المدرب الميسر. المدرب الميسر ده بيستخدم كل امكانياته او مداخلاته الاساسيه، طبعا بتكون قليله جدا، بيعتمد في المقام الاول على خبرته في توليد الايه؟ الافكار من خلال المجموعه. والمدرب ده بيعتمد على التفكير خارج الايه؟ خارج الصندوق، تمام؟ المراحل اللي هي بيمر بها المدرب المبتدئ، طبعا بيكون مرحلة جديدة عليه، بيكون متوتر في بداية الأمر، بيكون قلق، بيحاول عدم الخروج عن المادة العلمية المحددة له، يحاول يلتزم بها. ده المدرب اللي هو المبتدئ اللي ما عندوش خبرة، تمام. المدرب الثاني اللي انا بسميه المراهق، من اللي هو خبرته بقى من سنه لثلاث سنوات، ده بيكون متحمس اكتر من اللازم، تمام. المدرب المحترف اللي احنا ان شاء الله عايزين حضراتكم كلكم تبقوا محترفين،
خبرته بتصل من 4 ل 9 سنوات، وده بيبقى مدرب متمكن بيصمم الحقيبة التدريبية بنفسه، بيصمم برامجه بإتقان. تمام. في بقى مرحلة متقدمة عن المحترف اللي هو المتقدم، دي بعد 10 سنوات، ده بيبقى بسميه المدرب المتقدم. المدرب اللي هو بسميه الخبير، ياخد خبير، ده فوق 20 سنة فقط. تمام. عندي السمات الشخصية بالنسبة للمدرب المحترف، لابد ان يتحلى المدرب المحترف بالانصات الجيد لتوصيل المعلومة بصورة تكون سلسة ومرنة وتكون واضحة، في اتصال غير لفظي فعال بينه وبين المتدربين، واتصال ايضا لفظي فعال. المشاركة طبعا دي بتكون وزن الامور، يمتلك هنا يكون في تفاعل بينه وبين المتدربين، الانفعال يكون متوازن، متمكن من المادة العلمية بتاعته، يكون أيضا في بساطة في أدائه جدا، وتقبل الآراء الآخرين، والذوق طبعا الرفيع في في الثقة في النفس، وتقمص الأدوار بصورة جيدة. تمام. لو هو مثلا بيتكلم على قصة أو حكاية زي ما احنا قلنا كده، يحكيها بطريقة لطيفة وجميلة وبسيطة، عنده رحابة حدس واقعية أيضا وإبداع، ويكون مبتكر وتلقائية، إذا بيقولوا من القلب يصل إلى الإيه؟ إلى القلب. تمام؟ المهارات اللي هي المطلوبة من المدرب المحترف، أول حاجة لابد أن يتحلى المدرب المحترف ده من مهارة تصميم البرامج اللي هي التدريبية وأيضا التعليمية لو كان يتعامل في التدريب. مهارة فن الإلقاء والاستحواذ على على الآخرين. مهارة فن طرح الأسئلة أو أنواع الأسئلة اللي هنشوفها مع بعضنا، وأيضا مهارة الاستماع والإصغاء اللي هي أنواع الاستماع والإصغاء. توزيع وقت المدرب المحترف، 45% من أعمال التدريب اتصال بين بالمدربين، توجيه تدريب طبعا خلال ده 45%، و25% من بحث وإعداد في الحقيبة الفريدية أو المادة التدريبية. تطوير الذات يحتاج منه 28% باستمرار، لابد من المدرب ده يكون متجدد باستمرار، ما يكونش ماشي على نمط معين، وإيجاد 2% يوجد أسلوب جديد في كل وقت ويقضي وقت ممتع 2%. تمام؟ يبقى مدرب متجدد. تمام؟ بالنسبة لمهارة فن طرح الأسئلة وأنواع الأسئلة، في أسئلة موجهة اللي هي بتستخدم مثلا هنا عايز إعادة النقاش مثلا الموضوع نفسه بشكل غير مباشر أو مبسط، في أسئلة استفسارية طبعا بسميها استكشاف، الحصول مثلا على معلومات أو حقائق من من المتدربين نفسهم، وفي أسئلة مباشرة أو شخصية، دي بتوجه طبعا لمتدرب معين أو نفسه، وفي أسئلة عامة أو جماعية بتوجه لمجموعة المتدربين لو أنا بعمل لهم عصف ذهني أو ورش عمل، وفي أسئلة غامضة دي بتحتمل أكتر من من معنى، وفي أسئلة جدلية المفروض إن هي دي كلها طبعا في أسئلة جدلية بتثير الجدل بين المتدربين، وأيضا في أسئلة بتكون معادة أو مردودة بيعيد مثلا نقاش المتدربين او متدرب منهم بيحاول ان هو يعيد تكرارها، وفي اسئله استفزازيه لاثاره المتدرب للمشاركه، مثلا لو المتدرب هنا بيعمل له زي بيكسر الحاجز مثلا او الهوت بوينت، كسر النقطه الساخنه في بدايه الموضوع طبعا عشان يثير الهيبه بين المدرب. في اسئله مغلقه
طبعا هي ممكن تبقى موجودة بنعم أو لا، ولا تحتمل بديل طبعا إيه الثالث. وفي أسئلة مفتوحة مثلا هنا بيسأل ماذا أو لماذا، من، متى، أين، كيف، دي أسئلة طبعا مفتوحة. لابد طبعا المدرب إن هو يكون عنده هذه المهارة. في أفكار مفيدة للمدرب في بداية المشاركة عند دخول قاعة التدريب، إذا احتد النقاش في موضوع معين تكون في جانب الإيه المجموعة، تطلب مثلا مقترحات من المجموعة دي عندما تجيب على بعض الأسئلة الصعبة، استعمل إيماءات الرأس عندما تستمع مثلا لمقترحات أحد المتدربين، تحاول تتحرك بس ايه حركة يعني بقدر الامكان تكون قريبا من الايه من المتدربين، تحاول تسيطر على المجموعة بعناية، توجه لهم طاقتهم، دعهم طبعا بأخوهم فترة اللي هي البريك او الراحة عندما تشعر بايه بتباهم بتعبهم، استعمل اسماء المشاركين باستمرار اسمائهم، لو في كناية يفضل يعني كل ايه متدرب بالكناية بتاعته. هوضح طبعا احترامك لذكاء افراد المجموعة، وحدد في من البداية هو اسلوب النقاش او الموضوعات اللي حابب تتناولها في التدريب. تمام، افعل ولا تفعل على السبورة مثلا وانا بكتب، أحاول إن أنا أكتب أحرف كبيرة وتكون واضحة للجميع، طبعا أستعمل ألوان غامقة، أستعمل بعض الألوان اللي هي مميزة مثلا عناوين، طبعا عشان يلفت الانتباه، أحاول أثبت بعض الأفكار المهمة على جدار السبورة، أستخدم اللي هي الرسوم التوضيحية أو البيانية لو كان في أسلوب أو في رسومات. أضف بعض الصور لقدر الإيه الإمكان، طبعا الصورة بألف إيه بألف كلمة. تمام، أشكرك دكتورة حنان. البكاية طبعا مطلوبة، إن أنا أستعمل مثلا قصص مضحكة ده ممكن، أوضح مثلا نقطة تعليمية، أقوم مثلا بتغطيتها بشيء من الفكاهة، أطرح مثلا فكاهة من تجاربي الشخصية لو في موقف مثلا، وان انا احاول ما اطرحش اي فكاهه بتخص او بتمس باحد الايه المشاركين، والفكاهه دي بتدل على الايه، لا مثلا اطرح فكاهه مثلا عن العنصريه او تمس بجنس معين او بديانه معينه، لا يفضل طبعا، لا يفضل طبعا ان انا احكي نكات لا اجدها او نكات سخيفه. أشجع أحاول بقدر الإمكان المشاركين على طرح أجمل مثلا نكتة من عنده، أجمل نكتة سمعها قبل كده، وبرضه لا نكسر من النكتات أو من المساح، ده مش مطلوب الشيء اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. أطلب مثلا من المشاركين طرح موقف لطيف بيحاول إيه تعرضه مثلا إيه موقف أصعب مثلا، موقف تعرض لواحد فيكم مثلا، واحد مثلا هيقول لي أنا مثلا دكتور علي مثلا او دكتوره حنان او استاذ زاوي او استاذ مصطفى او استاذه هايدي، ايا كان واحد احكوا مثلا الموقف ده اللي حقوني نتعلم مع بعضينا، يبقى انا كسرت هنا الايه الايه عملت جو مرح في الايه في جو تدريبي ممتع. كسرت الملل بتاع التدريب. في دائرة هنا زي ما حضراتكم شايفينها، المدرب المحترف طبعا في حالات بتبقى وراثية مولود بيها المدرب، وأسلوب هنا لقيادة المجموعة، طبعا كل شخصية هنا ونوع الشخصية، ولكل شخصية وكل مدرب له كاريزمته المعينة. في أسلوب التعلم، في نوع الفريق مثلا اللي هو بيحب المدرب، أشر هنا لإبداع المدرب ده اللي هو ممكن يخش من خلال الإيه للمتدربين. تمام، المطلوب هنا مثلا من
المتدرب ان هو يكون صديق ايجابي، يرحب مثلا، يبدا المدرب هنا يرحب بالمتدربين، بيقدم مثلا لنفسه، بيحاول هنا يبادر بمساعدته عند الحاجه، بينقل ايه رايه مثلا باقي المتدربين بصدق وموضوعيه، بيحاول يثني على مجموعه او فريق العمل مثلا على جهودهم، يثني ان المدرب ده والله قاعد معانا، يبقى فيه هنا ايه تفاعل متبادل، يحاول يقترب من المتدربين، بيرحب بيهم، بيرحب بمشاركتهم، يتعرف منهم على ردود افعال الايه المتدربين، بيستثمر كل اندفاعه واحترامه في دعم مثلا بعض الانشطه، بعض الالعاب التدريبيه او الانشطه الصعبه. ده المتدرب او المدرب الايجابي. تطوير المهارات بالنسبه للمدرب، انا استطيع او انا احتاج ايه بالنسبه لمهارات المدرب؟ المتدرب مثلا طبعا يفضل ان هو يكون شخصية قوية، شخصية تستمر في النمو والتطور، يكون المدرب صاحب عقلية يتخلص من ضعف الشخصية ديت. الناس طبعا بطبعهم لا يحبون اللي هو ضعيف الشخصية او الشخص اللي هو مذبذب لا يحسن اتخاذ القرار، ده ضعيف الشخصية. لابد ان هو يكون عنده قدره على التحكم في اهواء النفس، في الغرائز، عدم التحلل مثلا او التعصب لاراء معين. لابد ان يكون عنده يتمتع بضمير، عنده مثلا شعوره بالذنب في المواقف اللي هي بتستوجب ذلك، يكون شعوره طبعا بقوه، يحدد اهدافه بدقه والسر تحقيقها رغم كل الصعوبات اللي هي بتواجه المدرب. وغير ذلك طبعا تتعاطف مع المتدربين او مع الاخرين، ودي احد اهم الوسائل اللي هي المساعده للمدرب، يكون عنده رؤيه متفائله وعدم التشاؤم من المتدربين. طبعا عليه يكون قائد يسير طبعا في تحقيق ما هو متاح له حتى يصل الى ما يريده، وان يفكر في جميع الامور اللي هي الايجابيه في حياته التدريبية. يكون شخصية هادئة، بعيدة عن الايه شخصية تميز بشخصية هادئة وبعيدة عن الانفعال والايه والعصبية، وتميز بالصبر. وطبعا الصبر هو السبيل الامثل لتحقيق اهدافك. ساعات طبعا بيفقدك الثقة بنفسك، بيضعف منها. الخجل هو أحد العقبات أمام شخصيتك، يجب أن كمتدرب خصوصا لما يكون مدرب مبتدئ يتغلب على الخجل حتى يصل للنجاح اللي هو يريده بكل إيه يكون بكل ثقة. يجب أن هو يكون المدرب مطلع دائما وكثير القراءة على كل الكتب اللي هي بتساعده على تثقيفه وتقويه شخصيته وتنميه كل مهاراته كمدرب والنمو الماده التدريبيه. تمام. في المهارات المفروض تبقى موجوده في المدرب المحترف. خلاص الجزئيه السابقه من البرنامج ده اللي هي تم استعراضها حتى الان، انواع المتدربين، المدربين، سمات المدرب او مراحل المدرب، مهارات المدرب، توزيع وقت المدرب او دائره المدرب المحترف. تعالوا نشوف مع بعض كيفيه اداره المدربين. اهداف الجلسه دي التعرف على بعض مهارات اداره المتدربين. بنحاول نعمل اقتراح لحلول التعامل مع هذه الانماط اللي هي بعض انواع المتدربين، ونوضح بعض الحلول او المشكلات اللي هي الشائعه في البرنامج التدريبي. وتعالوا نشوف مع بعضنا الموضوع دوت او الجلسه التدريبيه ديت. محتوى الجلسه اللي هو قواعد التعامل العام، لماذا يحضر المتدربون او انماط المتدربين،
كيفية التعامل مع كل ايه؟ مع كلنا. عشان تقديم التدريب طبعا في ورش عمل، في عصف ذهني، في حلقات نقاش، في دراسة حالة، في عرض، في لعب أدوار أو التمثيل الأدوار أو الألعاب اللي هي التدريبية. أول حاجة الإلقائية، أول حاجة اللي هي الإلقائية مناقشة طبعا، تمثيل الأدوار أو لعب الأدوار، العصف الذهني، التعلم التعاوني، دي طبعا من أهداف المتدربين أو العملية التدريبية. ممكن التعلم بالخيال أو عن طريق اللي هي الأحداث الجارية أو الإثارة العشوائية. هبعمل تدريب تنويري أو تطبيقي، تمام؟ لابد طبعا من المدرب الإلمام الكامل بكل الوسائل اللي هي الخاصة بالعملية التدريبية. فممكن إن أنا أستخدم مثلا تدريب تطبيقي. التدريب اللي هو التطبيقي ده بيكون مثلا تدريب متخصص في مجال مثلا عمل كل متدرب، ربما يفيد هذا النوع في متابعة اللي هو التدريب التشغيلي. طبعا بيهدف هنا لتحسين اللي هي القدرات الأدائية بالنسبة للمتدرب في بيئة العمل بتشبه تماما الظروف اللي هو بتطلبها المسؤوليات الوظيفية. النوع ده من التدريب يهدف لرفع مستوى الأداء من المستوى طبعا الثالث للمستوى الرابع بالنسبة للمتدرب، تمام؟ طب كيف يختار الأسلوب اللي هو التدريب المدرب؟ طبيعة الهدف إيه؟ أو طبيعة المادة التدريبية، الزمن التدريبي أو الزمن المتاح أو زمن التقديم البرزنتيشن، نوع المتدربين وعددهم إيه؟ نوع القاعة إيه؟ الإمكانيات المتاحة. طبعا في معايير أخرى بتحدد بالنسبة للجلسة التدريبية. السؤال مثلا لماذا يحضر المتدربون؟ هناك أسباب متوقعة منها، ممكن هنا لإضافة مثلا برنامج تدريبي في سجل الوظيفة أو في السي في بتاعه، أو الاعتقاد بأن التدريب ده فرصة للهروب مثلا من العمل، بعض الموظفين بيفتكروا كده، أو قد يشعر مثلا إن البرنامج ده حيلة لإبعاده من العمل أو تقليدا للزملاء، أو الاستفادة من عادات التدريب اللي هي المادية أو المعنوية، أو ليمارس رغبات مكبوتة للأسف في العمل زي حرية الرأي أو النقاش عن طريق خروجه للدورات اللي هي التدريبية، تمام؟ يبقى هنا ماذا سينتج عن الاختلاف في الثقافة، في الخبرات، في الدوافع، في النفسيات؟ ينتج عنها إيه؟ تصارع المجموعات أو بروز اللي هي كل واحد هنلاقيه في شلة أو بروز الشلالية، التهوين من أهمية التدريب كتدريب، عدم الاقتناع للأسف بإمكانية تطبيق معطيات التدريب على أرض الواقع، وقلة أيضا التفاعل مع التدريبات والأنشطة، الاشتغال مثلا بقراءة ملفات أو أحاديث جانبية من المتدربين، في عشوائية في الحديث، في مقاطعات، في تحيزات، في نقد أيضا للمنظمة التدريبية. ينتج عن هذه الاختلافات النفسية عدد كبير جدا من الأنماط الشخصية اللي هي لها طباع أو ذات طباع مختلفة. موقع المدرب أيضا من إشكاليات المتدربين، تحديد غير هادف مثلا، أو تحديده هنا غير دقيق للهدف، إعداد مثلا غير مناسب بالنسبة للماتيريال أو المادة العلمية،
يستخدم هنا أسلوب مثلا أو يستخدم وسائل غير مناسبة للتدريب كأجهزة مثلا، قلة القدرة على التعامل مع الموقف أو مواقف من المدرب، وافتقار أيضا للقدرة على قيادة المجموعات نحو الهدف، وضعف استعياد المادة العلمية بالنسبة للمتدربين، وضعف الثقة بالنفس، احتكار فنون الجذب أو التشويق ده من المدرب. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي أنماط المتدربين. عندي الشخصية اللي هي بسميه أو المتدرب الصرصار، المسرف في تقديم الدعم، المشاغب أو المفرح، الإيجابي، كثير الشكوى، غير المكتسر، مدعي المعرفة أو العريف زي ما بيقولوا، الاجتماعي، المشوش، المسيطر، الخجول، المتعالي. دي كل أنماط تعالوا نعرفها مع بعضنا. تمام. أنواع الحضور الأول الموجود بالنسبة للمتدربين، عندي المشارك أو الإيجابي أو العارف اللي هو أبو العريف اللي أنا بقول عليه، الصرصار أو كثير الكلام، الخجول أو الشخصية الخجولة، غير المتعاون، الشخصية اللامبالية أو الشخص اللامبالي، المتعالي، الملح في الأسئلة. ده بالنسبة للحضور، أنواع الحضور. كيف تتصرف حضرتك مع الشخصية المشاغبة أو مع الشخص المشاغب؟ أحاول أعمل معاه إيه؟ ساعدتك؟ هتحاول تعمل معاه إيه كمدرب؟ تحاول تتمالك نفسك، تحاول لا تتدخل معه في أي نقاشات، لا تجعل من الخلاف قضية شخصية، اتركه. دي الشخص اللي حاول التصرف اللي يليق بيك كمدرب، إن أنت تتركه يقع في شر أعماله زي ما بيقول إيه، فقد يقع في شر أعمال. ده المشارك. تمام. طب أنا هتصرف إزاي مع متدرب إيجابي؟ هستخدمه لصالحي، أداءه طبعا لا تدعه يحتكر النقاشات، يمكنه إن هو يعاونك كثيرا في توصيل ما تريده إيصاله. حاول نخليه يشترك معاك في المشاركات مع المتدربين في الجلسة التدريبية. تمام. طب كيف تتصرف حضرتك مع كمدرب مع متدرب متعالم؟ التعامل معاه ازاي؟ تحاول بقدر الإمكان لا تدعه يسيطر على المناقشة. إذا طرح مثلا رأيا أو فكرة معينة، اطلب منه يحدد السبب، السبب لفكرة حضرتك دي، إيه الرأي ده؟ طب ليه الرأي ده حضرتك طرحته؟ تمام؟ إن كانت أسبابه غير صائبة، دع الآخرين يعلقوا على مقاله. زميلكو قال كده، أو باشمهندس، دكتور، أستاذ، أستاذة، أنا طرحت الفكرة دي، إيه رأيكم؟ علقوا حضرتكم أنتم عليه. تتصرف مع الشخص اللي هو متعالم. تمام. متدرب كثير الكلام او صرصار، اتعامل معاه ازاي؟ اقطعه بلباقة، اسأل غيره من الحضور، قد يأتي مثلا بمعلومات جيدة. ده الشخصية اللي هي كثيرة الكلام او الصرصار. تمام. الشخص الخجول بقى او المتدرب الخجول، اتعامل معاه ازاي؟ احاول ان انا طبعا لا تحاول تعديله، اساله سؤال سهل جدا عندما طبعا تحل الفرصه او الوقت المناسب في الجلسه التدريبيه. اثني عليه لكي تعزز من ثقته بنفسه. تمام. اشركه في اي في الموضوع الجلسه التدريبيه، ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ تمام. المتدرب الخجول،
طب عندي كيف تتصرف مع متدرب غير متعاون مع افراد المجموعه، تعمل معاه، تحاول تشجعه على المشاركه بسؤال مثلا عن معرفته، تحاول كسب صداقته، احسسه، تحاول تحسسه برغبتك في المشاركه. انا يسعدني جدا مشاركه حضرتك في الموضوع دوت، تمام؟ ده لو شخص غير متعاون غصب عنه ايه هيتعاون مع المجموعه بالاسلوب اللي طبعا الايه اللباقه. طبعا طبعا دي متدرب لا مبالي او شخصيه لا مباليه، اتعامل معاه ازاي؟ الشخص ده افضل شيء تعمل معاه توجه اليه اسئله مباشره على طول دايركت، اطلب منه رايه على طول، راي حضرتك ايه؟ انا يهمني باهميه رايك ده ان انا اعرف رايك ايه، تمام؟ نخرجه من ايه، من حاله اللامبالاه اللي هو فيها ديت. عندي شخص بيسموه ابو العريف او الشخص اللي عارف كل شيء، تحاول تتعامل معاه ازاي دوت؟ الشخص ده افضل طريقه معاه لا تنتقده، اصبر عليه، لا تسمح له بالخروج عن الجلسه التدريبيه او الموضوع المحاضره، تمام؟ تسيطر عليه. كيف تتصرف مع المتدرب او الشخص اللي هو الملح في الاسئله؟ بتحول اسئلته دي للحضور على طول، زميلكو سأل السؤال ده، عايزه مشاركه لزميلكو ده. ده احسن تصرف تتصرفوا معاه، او تطلب منه مثلا اعطاء اراء خاصه، ايه راي حضراتكم؟ عايزه اراء خاصه او تعليقات خاصه. يحاول احراج مثلا العارض باستمرار، تمام؟ ده اللي ايه الشخص اللي هو ملح في الاسئله وكيفيه التعامل معاه، تمام؟ في كل محاضرة متدرب وخصوصا لما يكون مدرب مبتدئ بيتعامل مع أسئلة صعبة، يتعامل معها إزاي؟ بكل بساطة جدا، ما يهبش من الموضوع خالص أو المحاضرة، يحاول يحتفظ، تحاول حضرتك كمدرب أو محاضر تحتفظ بهدوءك وابتسامتك، تمام؟ تحاول تستخدم بعض التقنيات اللي هي مبتكرة في إعادة صياغة الأسئلة. على سبيل المثال زي إيه؟ على سبيل المثال مثلا استخدم سؤال جيد وتقول ولكن أنا لا أنا مثلا أفهمه جيدا، وجهة نظر حضرتك إيه؟ لكن عايزة أعرف وجهة نظرك إيه؟ يعني في أسئلة صعبة محتاجة طبعا مش كل واحد عارف كل حاجة، تمام؟ اعطي فرصة وتقول للمتدرب اعطيني فرصة مثلا التأكد من بعض المعلومات ديت، وسأعود اليك في المحاضرة القادمة عشان تخرج من الاسئلة الصعبة ديت، او تقول له انا سعيد جدا لان حضرتك اثرت النقطة ديت، انا مبسوط جدا، تمام؟ حاول تشرك الاخرين، نفسك خلاص يعني في غاية الاحراج، اشرك الاخرين. تقول في المحاضرة مثلا من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ محمد مثلا كيف تجيب على سؤال عمر؟ وأنا كده خرجت من الأسئلة أو إيه من الموقف المحرج ده، أو سأتكلم مع حضرتك في الموضوع ده في لاحقا أو في المحاضرة الجاية. أرجو منك أن تذكرني في نهاية المحاضرة إن شاء الله بالموضوع بتاع حضرتك، بالسؤال بتاع حضرتك. يبقى أنا خرجت بكل إيه اتيكيت وبكل ايه لباقه وكل شياكه من غير احراج. او الجواب على هذا السؤال سيأخذ مثلا بعض الوقت او وقت مني، نتكلم لاحقا على انفراد، تمام؟ او ممكن تقول له تستطيع ان تجد الاجابه مثلا في الكتاب الفلاني او في المرجع الفلاني او على صفحة الانترنت او موقع الانترنت كذا، تخرج خالص حضرتك من ايه الموقف ده. او اذا فهمت سؤالك فانت تعني كذا، تمام؟
أو تقول له بكل بساطة ومرونة لا يوجد جواب واحد على هذا السؤال اللي حضرتك بتسأله، في كذا إجابة، تمام؟ أو هل تستطيع صياغة مثلا السؤال ده أو توضيحه أو توضيح ما تعني مثلا بالضبط؟ حضرتك برضو خرجت تخرج من المأزق دوت. يبقى دي كيفية التعامل مع الأسئلة الصعبة اللي بتواجه كل واحد فينا في المحاضرات. طب التعامل ازاي مع الأنماط بقى المتدربين؟ أتعامل معاهم ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعضنا مواقف ولها حلول، مواقف حياتية طبعا ولها حلول. عندي مثلا شخص هنا عنده ميول للأسف عدوانية لدى بعض المتدربين، عنده ميول عدوانية لدى بعض المتدربين، هتتصرف حضرتك معاه ازاي؟ ممكن تكون الميول ديت تكون سبب ما تم مثلا مناقشته في المحاضرة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن الاتفاق عليه مثلا يتعارض مع طموحهم، تمام؟ الخروج عن الموضوع مثلا بيكون ضعف سيطرة، بيكون أسلوب الحوار غير منظم أو الموضوع نفسه غير مثير للاهتمام. تحاول حضرتك كمحاضر أو مدرب تمسك بزمام الأمور، تضع بالصورة، اسأل عن علاقة ما يطرح بالموضوع، تقعد صياغة الفكرة طبعا نحو الهدف المطلوب، تمام. عندي موقف آخر، محادثات مثلا جانبية، عرض مثلا غير جيد، موضوع بارد، علاقات مسبقة للمتدربين، وجود مثلا شواهد من الحياة. تحاول تعمل ايه حضرتك كمحاضر او مدرب؟ توقف عن الحديث للافتن انظار، بأول حاجة تعملها توقف عن الحديث للفت الايه الانظار، تحرك في اتجاه المتحدثين، وجه ليهم اسئلة مباشرة طبعا مع مراعاة ان انا براعي ردود الفعل، استخدم اسمائهم في مثال مثلا ملائم، تمام. في مواقف اخرى ولها حلول ايضا، سيطرة بعض الأعضاء مثلا على المجموعة، عدم التجانس الوظيفي أو الثقافي، قلة فرص مثلا النقاش، ضعف التواصل البصري، في نمط المشاركات اللي هي الموحدة. حضرتك هتتصرف ازاي كمدرب؟ هتحاول هتسيطر ازاي حضرتك على بعض الأعضاء على المجموعة؟ تسيطر ازاي؟ هتحاول هنا تحمي الضعفاء وتقوي وجهات نظرهم وتحجم المشاركات للأقوياء وتوظف مسارها داخلي طبعا، اطلب حاول تعمل مسح عام لوجهات النظر، انتقي طبعا ما توسع من فيه، حاول تغير توزيع المهام أو الأدوار أو وضع الجلسات، تمام؟ ضيع الوقت مثلا قبل استثمار العرض، عدم مثلا ملائمة أسلوب التدريب، اتاح الفرصة مثلا النقاش غير الموجهة، قلة توظيف وسائل اللي هي التخطي، تأخر مثلا الحضور، أعطال مثلا في الأجهزة، كل ده وارد طبعا. حاول حضرتك تضع خطة اللي هو زمن مفصلة التزم بيها وابدأ في الوقت المحدد، اختار الأسلوب ده بعناية ووضع بدائل طبعا للطوارئ، كن لبقا في استخلاص النتائج وغلق الحوار، اتخذ إجراءات سريعة ومناسبة مع الأنماط اللي هي
غير المساعدة، دي موقف وله حلول. الموقف الآخر رغبة مثلا أكثر المجموعة في تأخير مثلا بداية البرنامج أو الانصراف مثلا مبكر، في مدارس مثلا، في وسائل، في وصلات، في مواقف، في ارتباط بالعمل، في مشكلات شخصية، في أسلوب التدريب اللي هو الرتيب. حضرتك تضع نظام مبدئي كده متفق عليه مع المتدربين، تقلل الفترات اللي هي الكوفي بريك وتشدد في الالتزام. اظهر تقديرك للظروف، احساسك بها، تعامل معها بمرونة طبعا وإيجابية. موقف آخر هنا وإن شاء الله له حل، في بقى شلالية، كل مجموعة عاملة شلة كده بيتصارعوا مع بعض، في تعدد جهات مثلا العمل، كذا فريق جاي من منظمات أو مؤسسات أو من شركات مع بعضهم، عاملين كل مجموعة عاملين شلة. استمرار المجموعات مثلا دون تغيير، تحاول تقسم بشكل غير انتمائي، تغير المجموعات باستمرار وفقا طبعا لوجهات النظر، وركز دايما على نقاط الاتفاق مع المتدربين. تمام. عدم مثلا القناعة بجدول التدريب أو الموضوع نفسه أو الانطباع غير الجيد عن سبب مثلا الترشيح، قلة الشعور بعلاقة التدريب بمهارات العمل، ووجود مثلا مثبتين مثلا، تحاول تضع لهم فرصة لتفريغ كل الشحنات اللي هي السالبة، تقترب منهم مثلا في فترات اللي هي الراحة أو الكوفي بريك، اربط المعطيات ده بمجال العمل أو مجال الحياة أيضا، جعل لها قيمة، امتدح التفاعل الإيجابي في المجموعات، استثمر المساعد مثلا المتطوع فيهم، تحاول تعبر بإخلاص وتساعد بمواقف وشواهد عملية أو حياتية. هناك طبعا من المواقف اللي بتقابل المدرب في مع المتدربين من خلال مثلا أداة تدريبية فردية بتكيس فيها مهارات المتدرب أو معرفته الشخصية، بتحاول هنا تدركه كقائد مثلا من مجموعة عمل لمعرفة مدى قدراته الحقيقية في إدارة مثلا فريق العمل. لازم شاهد طبعا بمحاولات الاهتمام دي أو إرضائه عندما مثلا يطلب الكلمة. عادة ما يأتي هنا تقييم البرنامج سلبيا، في الحالة دي تحاول تعلن رأيه على المجموعة، اطلب مثلا منهم تفسير محدد لتقييمهم ده. المتدرب أو المدرب طبعا العبرة لديه بما ينقله عنك من أفكار أو معلومات بيستفيد منها فيما بعد، عندما يقوم بالتدريب بيكتب وراءك مثلا كل كلمة أو حرف، بيحاول يسجل مثلا أحداث التدريب أو يطلب مثلا تصوير كل ورقة، بيحاول مثلا أخذ نسخة كاملة من أدوات اللي هي المدرب، بيكون متحمس لمهنة التدريب، عندما يطلب منه مثلا مشاركة في الأعمال اللي هي التدريبية بيحاول يتقمص دور الإيه المدرب، بيبادر بالاتصال بحضرتك بعد النشاط التدريبي لمعرفة الإيه المزيد. طبعا ده بتتعامل معاه، تحاول تستثمر حماسه لمهنة التدريب وتحاول تنقل إليه المعرفة والخبرة، اطلب منه أدوار مثلا محددة للقيام بها حتى يخرجوا حماسه ده عن النسق اللي هو التنظيمي بالنسبة للنشاط اللي هو التدريبي. تمام. عندي مثلا متدرب صامت طول الوقت وبيحب يقعد بالمقاعد اللي هي الجانبية منعزل تماما عن المجموعة، حاول ان انا اشاركه طبعا في المجموعة دي. كل متدرب او مدرب مجتهد بيحاول يبذل كل جهوده وكل مهاراته، يرغب دايما في التجديد وزيادة معلوماته ومعارفه طبعا من خلال اشتراكه في الدورات اللي هي التدريبية سواء بالداخل او في الخارج. تمام. في نهاية هذا اللقاء ده التكليف النهاردة ان شاء الله،
اشتغلوا على الايميل ان شاء الله. ده تكليف النهارده. في نهاية هذا اللقاء سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.